اذا هلا رح نسكر اللوب تبعت السيستم عشان نعمل تيونينج للزيجلر نيكولز ميثود. احنا البلانت المفروض ما بنعرفها، احنا عارفين ان هي فورث اوردر سيستم مكونه من فور سيريز تايم لاجز او فيرست اوردر سيستمز. انا هلا تركت البي والاي، الدي والاي فتحتهم تركتهم وراح ابدا اغير، راح ابدا مثلا بقيمه مقدارها واحد. هلا الزيجلر نيكولز الفكره فيه انه احنا بنسكر اللوب بس ببي، بنضلنا نزيد البي لحد ما يصير في عندي سستيند اوسيليشنز. واذا متذكرين المره الماضيه هذا لانه فورث اوردر سيستم، احنا ما بنعرف الاوردر تبع السيستم، بس احنا لانه عارفين انه هذا السيستم فورث اوردر، الروت لوكس راح يكون عندي، في عندي اربعه بولز هون، راح يصير الروت لوكس بهذا الشكل، هذول راح يطلعوا هيك وهذول راح يطلعوا هيك. هذول ايش بنسميهم البوينتس اللي هون، هاي البوينت وهاي البوينت، بريك اواي بوينتس. وكانك تحسبهم، كانك تطلعهم بالحسابات في الكنترول. هلا صار عندي هذول، في عندي اربع بولز عم بفتشوا على اربع زيروز، الاربع زيروز موجودين في الانفينيتي، ما في فاينايت زيروز هون. فراح في عندي تو اسيمتوتس، في اسيمتوت راح يكون على 45 في اسيمتوت راح يكون على 135، وراح يضل هذا الروت لوكس يقترب من هذا الاسيمتوت وهذا يقترب من هذا الاسيمتوت وبيلتقي فيه بالانفينيتي. فعندي هذول الاثنين ما بسبب مشكله، بس اللي بصير عندي مشكله، بصير عندي مشكله هون، بصير عندي مشكلة هون. إذا زدت كي لقيمة معينة راح أوصل عند قيمة معينة يصير السيستم فيها انستيبل. هذا بس بيصير بالحالة هاي، مش شرط إنه يصير بكل حالة. فلذلك إحنا بنقدر نختار من الروت لوب، من الزيجلر نيكولز، مين اللي أنسب إني أستعمل الأوبن لوب أو الكلوز لوب. كمان في سيف حكى شغلة مهمة المرة الماضية، قال إذا كان عندي أنا ترانسديوسر والترانسديوسر مش زيرو أوردر، أنسب طريقة أستعملها هي الكلوز لوب، لانه في الاوبن لوب ما راح ياثر تاثير الترانسديوسر على السيستم، ما راح يبين تاثير الترانسديوسر على السيستم. كمان لما بعمل انا الاوبن لوب عاده، اذا بالاوبن لوب بدي افترض انه السيستم هو بالاوبن لوب اوفر دامبت. اذا في يعني عوامل مختلفه بتناسب اكثر، بعضها بيناسب اكثر الاوبن لوب زيجلر نيكولز وبعضها بيناسب الكلوز لوب زيجلر نيكولز. طبعا بدنا ننتبه هلا في الكلوز لوب السيستم راح يصير، راح يبدا يقترب بالانستابيليتي، وهذا هون في سيفتي اليمنت، لانك انت عم تتعامل مع السيستم الحقيقي مش مع موديل. فاهمين النقطة هاي؟ لما نبدا نشغل هلا، خلينا نشغل هذا السيستم على واحد مثلا، نبدا في البداية نشغل على واحد. عملنا ران للسيستم لمدة 25 ثانية. هلا بتلاحظوا هاي السيستم هون، ايش بنلاحظ بالسيستم؟ بزينا نزيد كي، صار طبعا اندر دامت السيستم، في له اوفر شوت، طبعا في لارج ستيدي ستيت ايرور. قديش قيمته تقريبا؟ 50% في لارج ستيدي ستيت ايرور بالحالة هاي. هلا الزيجلر نيكولز كلوز لوب بقول بتضلنا نزيد السيستم، نزيد كير لحد ما السيستم يصير انستيبل او يصير مارجنالي ستيبل، يعني تكون كير اللي توصل عند النقطه هذول بهذه الحاله هذا السيستم. فاحنا بنضلنا نزيد الان كير، زي ما حكيت لكم في اعتبارات سيفتي الف سيفتي ايشوز هون، ما بنعرف شو هي هاي البلانت. فلما هي تبدا تصير انستيبل، هل ممكن انا اغلط وازيد شوي مثلا؟ بدها تكون هاي اعتبارات عمليه، لانه احنا ما بنكون نعمله على السيميوليك، وين بنكون نعمله هذا؟ البلانت نفسها. لانه ما عندي الموديل تبعها، انا هون عندي الموديل تبعها انا حطيته، ظاهرتي اللي بعرفه، ظاهرتي اني بتعامل مع بلانت حقيقيه. اذا خلينا نزيد هذا، اظن احنا زدنا لسته تقريبا، خلينا نزيد لخمسه هون. نعمل رن. طيب نطلع الان هلا نشوف على الفاليو الجديد. طبعا زاد عندي الاوفر شوت، في عندي لسه ستيدي ستيت ايرور، وطبعا في اوفر شوت عالي جدا، بس لسه السيستم ستيبل، لسه سيجما اي تو ذا سيجما تي سيجما لساها نيجاتيف. اوكي فعم بيعمل ديكي، ماشي واضحه الكل فاهم هاي الفكره؟ احنا لما بنقول بالرايت هاند سايد وبالليفت هاند سايد عن مين عم نحكي؟ مين اللي بتغير بين الرايت هاند سايد والليفت هاند سايد؟ سيجما. هون سيجما ايش؟
هون سيجما نيجاتيف. فلما تكون سيجما نيجاتيف بكون عندي اي تو ذا نيجاتيف مضروب في تي، واي تو ذا نيجاتيف مضروب في تي شو بصير فيه؟ ديكي. واي لما وسيجما لما تكون بوزيتيف عمالي بقول اي تو ذا بوزيتيف للقوه مضروب في تي، اي للبوزيتيف شو راح يصير فيه؟ مضروب جروث. مظبوط. من هون اجت فكره الاستابيليتي. اذا هذا واضح انه في ديكي هون، طلعوا على الانفلوب تبعه ايش عم بصير. مظبوط. عم بيجي فجاه هون بزيد، بس بعدين الديكي واضح انه سيجما نيجاتيف. هلا في لحظه معينه راح تصير سيجما زيرو اللي هي بيكون كريتيكلي دامت. هلا اظن احنا المره الماضيه لما حاولنا وصلنا 6.8 وصلنا عند 6.8 كان جاست يعني كريتيكال. قديش كان 6.5 6.8 8.5؟ نعم. شو بدك الطريقه الاعتياديه عشان يوصلنا السيرفر وخذ سيرفر؟ بدك الموديل، اذا ما عندك الموديل ما بتقدر تعمل شيء. بدك انت اذا بتشتغل انت من ناحيه عمليه في بلانت حقيقيه بدك تكون حذر جدا وتزيد شوي شوي شوي، ما في حل ثاني. ولذلك هي طريقه يعني ما تعتبر طريقه، الكتب المحترمه ما بطلت حق يعني بتدخلش لهي او ما بتعتبرها طريقه، لانه هي ترايل اند ايرور تعتبر رولز اوف ثم يعني التعبير اللي احنا بنقول. خلصت هاي ولا ما عملتش رن؟ منها اوكي. It's Ziegler Nichols. It's frowned upon. Frowned upon يعني ما بنظروا لها باحترام شديد، لأنه هي مش analytical method. بس أنا مرات ما عنديش الموديل، ما في شيء ثاني أقدر أعمله. أوكي طلعوا هون، إذا هل نقدر نقول إنه هاي بدها شوية صغيرة؟ مش هيك؟ أنتوا قلتوا 6.85 كان تقريبا بتوصلني. طبعا إحنا هون بنكون وصلنا عند الجي أوميجا أكسس، خلينا أحط هاي 6.85 ونعمل. هلا اللي بيستعمل كتاب اوغاتا شابتر 8 هو مخصص للبي اي دي كنترولرز، وفي بدايته بيشرح هو زيجلر نيكولس ميثود، بيحكي عن الفيرست ميثود اللي هو الاوبن لوب، وبعطيكم تيبل. احنا المره الماضيه طلعنا بس على البي اي دي، بس هو اوغاتا في بي وفي بي اي وفي بي اي دي. بعطيك السيتنجز البارامترز المقترحه للثلاثه، هون ما بحطش هون بي دي. طبعا اذا نتاكد احنا المفروض تقريبا وصلنا هون المارجنال ستابيليتي تقريبا في ديكي بسيط. اذا احنا عند النقطه هاي هون عند القيمه هاي اللي هي 6.85 وصلنا النقطه هاي الموجوده هون. طبعا احنا ما بدنا نكون هون، بس احنا عارفين شو عملنا، احنا رحنا شفنا وين الليمت تبعي وراح نرجع منه قيمه معينه. القيمه اللي راح نجهز نقترحها زيجلر نيكولس إذا بدي أحط بس بي كنترولر راح ننزل لنص القيمة. قديش كانت 6.85؟ بس أنا عارف مشكلتي هلا إذا حطيت بي كنترولر ما بينفع هون، ليش؟ في لحاله ما بينفع. عندنا ستيدي ستيت إله، مش هيك؟ ما بينفع لحاله. فأنا لو حطيت 0.5 هلا لو رجعت على 3 عارف شو راح يصير، راح يكون عندي ستيدي ستيت إيرور كبير. فإحنا راح ناخذ على الأقل بي أي أو بي أي دي. هلا كمان في عندنا سيتنجز للبي أي والبي أي دي، راح آخذ أنا السيتنجز تبعت البي أي دي. فالسيتنجز تبعت البي أي دي المقترحة هي القيم التالية. 0.6K كريتيكال، هلا هو بسمي هاي الكي اللي احنا وصلنا عندها هون كي كريتيكال اللي وصلناها احنا وصلنا فيها هون. الاقتراحات من زيجلر نيكولس انه نحط كي نحطها 0.6K كريتيكال، تي اي نحطها 0.5 بي كريتيكال، بي اللي هي البيريود. هذول الاوسيليشنز ما عم تختلف الفريكونسي تبعتهم، مظبوط؟ هل الفريكونسي هون كونستنت ولا بتتغير؟ كونستنت اللي هي فعليا هي اوميجا دي. لو كان عندي سكند اوردر سيستم هي اوميجا دي. اذا احنا لازم نقيس اذا هذا الزمن، اذا حتى اقيس هذا الزمن راح نحط راح اخذ هون ابعد شوي، اخذ هاي المنطقه مثلا هون، خلينا نعمل زوم بالاكس اكسس وناخذ هون، راح ناخذ من زيرو كروسنج لزيرو كروسنج. هاي يمكن سهله بنقدر نقيسها هون. ها طيب اطلعوا لي هلا هون هي عندنا هي زيرو كروسنج جاي على 15 بالضبط، 15 ونص 16 وين بناخذ هون ولا هون؟ البيريود الصحيحه هي كام هي؟ هي تقريبا 16.5 تقريبا 16.85 قديش؟ 81 تقريبا. طيب من 15 ل 16 من 16 الى 16 خلينا نسميها 16.8 خليها 16.8 نفترض انه هاي تقريبا 16 ولا هي 16.85 لو فرضتها 16.85 وهذيك 15 بيكون عندي بيريود كريتيكال تساوي 1.85 سكندز مضبوط
وكي كريتيكال كان عندنا 6.85 ماشي؟ إذا كان عندنا هلا هون تي اي مقترح إنها تكون نص بي كريتيكال نص بي كريتيكال، على فكرة تي اي وحدتها سكند وبي كريتيكال وحدتها سكند وآخر إشي مقترح إنه 0.125 اللي هي تي دي. إذا هاي بنحطها ربع القيمة هاي، هاي بنحطها نص القيمة هاي اللي هي بي كريتيكال، وكي كريتيكال وكي كريتيكال بنحطها 0.6. والله حد يضرب لي هدول القيم، إذا هلا 0.6 في 6.85 يعني بناخذ مش نص القيمة بناخذ 6 بالعشرة. لاحظوا إحنا لو بي كنترولر كان هو مقترح إنه أرجع للنص، بس أنا قدرت أرفعها شوية صغيرة لأني حاطط دي. دكتور تي دي ربع ولا ثمن؟ عفوا تم اسف 4.11 قديش هي تطلع؟ 4.11 تمام؟ وخذ لي نص ال 1.85 وتمن ال 1.85 نص ال 1.85 0.2325 قديش؟ 0.23125 إذا خلينا نحط هلا القيم هدول إذا هلا راح نسكر راح أرد أسكر الـ PID controller من هون هلا راح أحط هاي على 0.6 من الـ value اللي هي طلعت قديش أعطانا إياها سمير أحمد سمير 4.11 وبعدين رح ناخذ التي اي اللي هي رح تكون تذكروا انها تي اي واحد على التي اي اللي بحطه هون واحد على التي اي اللي هي 0.925 واخر شيء التي دي كانت 0.23125 اوكي هيك جاهزين نعمل رن في نفس المشاكل تبعت الاوبن روت يعني شو هي رف بده يكون مثلا سيجنال بتوقع بس انا هاي الصحيح اول مره بعملها في بعطيها للطلاب صارت الاوبن روت والكلوز روت نفس السيستم بعطيهم ما بعرف والله ما بعرف هي مش نفس الريزلتس اللي طلعت لا ما انت ما بتعرف كيف بدك تعرف عن نفس الريزلتس ولا لا انت بنيت هذيك على هاي على بي كريتيكال وهذيك بنيتها على شيء ثاني نزلوا قيم البي اي القيم طلعت مختلفه اوكي قديش كانت القيم الأصلية اللي طلعناها؟ يعني عندنا ستدي هاي تقريبا على فكرة شبيه اللي حطيناه المرة الماضية مظبوط؟ متذكرين؟ كان عندنا اوفر شوت 50% إذا اجريسيف هي نفس الفكرة تقريبا اجريسيف هاي عندنا هاي غير مقبول 50% فتذكروا ليش حكيت لكم؟ زيجلر نيكلز بشكل عام فيري اجريسيف ايش يعني اجريسيف؟ بدنا نخفف ونخفف من نفس الشيء، قديش كانت عندنا محطوطة الفاليوز قديش طلعت في الاوبن لوب متذكرين؟ كان عندنا 1.25 انا كنت حاطط هون قبل شوي 1.25 مضبوط؟ او انا يمكن موجودة عندي هون، خلينا نشوف إذا موجودة هون افتحها. هاي زيجلر نيكلز أظن هذه قديش كانت؟ أيوه كانت هذه واحد على لا ما أظنش هاي ما أظن هاي. 0.45 دي 2.1 ليش كانت بي؟ كي كانت 5.6 تمام و تي دي تي دي كانت 0.25 تمام والاي تي اي 0.9 قريبين الفاليوز قريبين على بعض